السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. بقول لحضرتك يا سيدنا، كنت عندي سؤال كده على إذن حضرتك. تفضل. بعدين حضرتك، لو في مثلا انا في كلية هندسة، طيب، وفي برامج هندسية، تمام، البرامج دي مش يعني ايه، في نسخة منها متاحة للطلبة، بس النسخة دي فيها حاجات كتير محدودة، يعني مش مفتوح فيها حاجات كتير، وفي نسخة تانية انا ممكن اجيبها واعمل لها كراك بحيث ان انا اتعلم عليها، يعني الكراك دي بيخليها مجانية بحيث ان انا اتعلم عليها، فهل ده حلال ان انا اجيب النسخة اللي هي بفلوس دي وافتحها، تبقى حلال ان انا اتعلم عليها بس؟ هذه النسخة عفوا الأصل منتجاه دولة كافرة أو دولة مسلمة؟ لا، هي دولة كافرة محاربة؟ لا مش هي، أمريكا. بئست أمريكا. طب ما مش ما يعني